سوق المباركية في الكويت هو متعة جميع السواح وخاصة السائح العربي، وذلك بما يحتويه السوق من جميع أنواع البضائع والطرق المتفرعة إلى كل اتجاه، والمطاعم المتنوعة ومحلات الحلويات الشعبية لشراء الصوغة. والصوغة عاد تعتبر عرف لا بد منه عند أهل الخليج. سوق المباركية كان عبارة عن أكشاك، وأول كشك انبنى في سنة 1897، وتم تسمية السوق بالمباركية نسبة إلى حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح، واعتبر هذا الكشك في بداية الأمر ديوان لإدارة الشؤون العامة وطرح مشكلات الناس وحلها. وأصبح السوق حاليا من أبرز المعالم التراثية والسياحية في الكويت، خاصة أنه احتفظ بطرازه المعماري الشعبي القديم وبالأبواب والأسقف الخشبية. باختصار، سوق المباركية يحكي ويجسد ويصور الماضي بالحاضر، وإذا ما زرت المباركية يعني غالبا ما زرت الكويت. الأفنيوز هو أكبر مركز تجاري في الكويت، افتتح في سنة 2007. يتميز هذا المركز بتصميم عمراني متنوع مستوحى من أعرق المدن في العالم، ويشمل المركز أشهر الماركات التجارية العالمية والمحلية، وهو مكان جيد جدا للمشي خاصة في فصل الصيف لكبر حجمه ومساحته. لابد من زيارة المركز العلمي في الكويت، خاصة إن كان لديك أطفال، وهو يصلح للكبار والصغار، وهي فكرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد الصباح. وقد قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتنفيذ هذا المشروع بمبلغ 25 مليون دينار كويتي في 17 إبريل سنة 2000. ينقسم المركز إلى ثلاثة أقسام: أولاً الأكواريوم، وفيها أنواع مختلفة من المخلوقات التي تعيش في الماء. ثانياً آي ماكس، عبارة عن سينما 3D تعرض أفلام علمية ثقافية مختلفة بطريقة عرض فوق الممتاز، ومدة الفيلم 45 دقيقة. ثالثاً قاعة الاستكشاف، فيها ألعاب تعلم الأطفال كيف يتم استخراج النفط، وهناك الكثير من الألعاب التنويرية والتعليمية والتثقيفية. سكننا في شقق فندقية في منطقة المهبولة اسمها The Venue Resident. تفاجأت بوجود مطعم شعبي للأكلات الكويتية داخل السكن اسمه الفرية، مطعم هادي وأكل نظيف وأسعاره مقبولة. نرحب في أخونا محمد سعيد في محل فينوس للخياطة في الكويت. أهلا وسهلا بمراد أبو راشد.
زين ابغى اسالك شيء، كندوره او الدشداش العاديه اللي مثلا هي كذي سيده، هذه كم تخيطها هني حق الناس اللي بيون؟ 7 دينار شغل في اي بي 7 دينار، شغل عادي 6 دينار. زين نبغي العنوان مال المحل. هذا بلوكات، بلوك 5 كويت، بلوك رقم 5، محل رقم 5، دروازه عبد الرزاق، مقابل مباركيه. مقابل مباركيه. خياطين السلام عليكم. هذا خيار؟ أيوه. انت شو مدير؟ لا مدير. مدير برا؟ انت مو مدير؟ انا شغيل. الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا صراحة آي عندهم أعطيهم القطع يخلصون إياه في يومين. 12 كندورة، 13 دشداشة. جزاه الله خير ما يقصر يعني. هذا محل اخونا السيد، محل اسمه التوفيقي. انا اشوف الاقمشه عنده اسعارها مناسبه وجميله صراحه، واخذنا من هذا طاقتين طلع الوار تقريبا 20 درهم. سيد تبغى تقول شيء؟ الله خير والله يبارك فيكم جميعا ان شاء الله. تشرفوا بالمحل، واحنا عندنا زبائن وايد من الامارات ما شاء الله. شي يخيطون صوف ولا العادي؟ لا عادي، اصواف ما يمشي، حتى الكويت ما قاعد يمشي اصواف. يا اخي ما عندنا شتاء. لا هني هم نفس الشيء، شهر 12 الجو عادي. ما في برد. زين. السنه هذا تغير الجو. طبعاً معروف بلوكا سوق الاقمشه دروازه عبد الرزاق جنب المباركيه، احنا المباركيه. جنب المباركيه البلوكات؟ بلوكات سوق الاقمشه. الله يعطيك الصحه والعافيه. حياك الله. مشكور يا سيد. حبيبي.